فضيلة الشيخ، كثر الطلاق في زماننا هذا حفظك الله، بماذا توجهون الذين يسارعون في هذا الطلاق وفي هذا اللفظ فضيلة الشيخ؟ نوصيهم بتقوى الله وعدم التسرع، لأن الطلاق خطير، ترتب عليه هدم الزوجية وضياع الأسرة، ويترتب عليه محاذير. فعلى الزوج أن يملك لسانه ولا يستعمل الطلاق إلا عند الحاجة، عند الحاجة إلى ذلك. قد جاء في الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لأنه يترتب عليه مضار، لكن إذا احتاج الإنسان إليه فإنه حينئذ يكون محمودا. إذا استمهد الوسائل التي يحصل بها الوئام بين الزوجين ولم يحصل ما تمام العشرة تمام، فإنه حينئذ لابد من الطلاق. قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ولكن على الزوج أن يصبر على ما يلقى من زوجته من بعض المخالفات أو بعض الأخلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الزوجة خلقت من ضلع، وأن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهب يقيمها كسرها، والكسرها طلاقها، وإن استمتع بها استمتع بها وفيها عوج. الله جل وعلا يقول: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق المؤمن من مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. نعم.